بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. نسأله عز وجل أن ينصر إخوتنا المجاهدين في أرض غزة نصرا مؤزرا، وأن يكسر شوكة اليهود الغاصبين، وأن يردهم خائبين، اللهم آمين. يقول العلامة محمد بن محمد الحطاب الشهير بالرعيني الفقيه المالكي، قال: فصل. العلم أحد المعارف، ونحن ذكرنا في درس ماض أن الاسم ينقسم إلى قسمين، إلى نكرة وهي الأصل، ومعرفة، وأن المعرفة ستة أشياء أو سبعة أشياء، وأن المعرفة تتفاوت، فأقوى المعارف بعد اسم الجلالة الضمير، وبعد الضمير يأتي العلم، وهو درسنا اليوم. والعلم ما وضع لشيء بعينه، ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره. تأمل في هذا التعريف. لما قلت العلم ما وضع لشيء، هذا يدخل فيه حتى النكرة، لأن النكرة وضعت لشيء، كتاب نكرة وضع لكل كتاب، وقلم نكرة وضع لكل قلم، وأسد نكرة وضع لكل أسد، وامرأة نكرة وضعت لكل امرأة، ورجل وضع لكل رجل. إذن قلت في العلم ما وضع لشيء، هذا المقدار من التعريف يدخل فيه النكرة والمعرفة والعلم وغير العلم. قلنا في التعريف ما وضع لشيء بعينه، بعينه أخرج النكرة. ماذا بقي؟ بقية المعارف، الضمير والعلم الذي سندرسه، تمام، والموصول والإشارة والمحلى بأل والنكرة المقصودة، كل هذه تدخل ما وضع لشيء بعينه. طيب أنا أريد قيدا يخرج بقية المعارف ويبقي العلم، فقالوا ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، هذا القيد لا يتناول غيره أخرج بقية المعارف، فلا يبقى إلا العلم، فإن العلم وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره. فأنت عندما تسمي هذا ياسين وضعت له اسما ليكون علما على هذا الشخص لا يتناول غيره بقصد الواضع، قد يكون هنالك شخص آخر اسمه ياسين، نعم، لكن بقصد الواضع وضع هذا الاسم ليكون علما وعلامة على هذا الشخص بعينه لا يتناول غيره. اتضح ولا لا؟ بخلاف، انتبه معي، بخلاف بقية المعارف، الضمير واضح، أنا، أنت، هو، هي، هذا يتناول كل شخص يتكلم أو يخاطب أو يكون غائبا، فأنا ليس موضوعا لفلان، وإنما كل متكلم يصلح أن يقول أنا، وكل مخاطب يصلح أن نقول أنت، وكل غائب يصلح أن نقول عنه هو. إذن أنا يتناول هذا وهذا 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 وهذا، ويتناول غيرهم أيضا، بخلاف العلم فإنه لا يتناول غير من وضع له، واضح؟ ولذلك عندما نعرف العلم ماذا نقول؟ نقول ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره. نفس الكلام تقول في الاسم الموصول الذي وإن كان معرفة لكنه يتناول الذي قام،
والذي كتب والذي صام والذي نام والذي ذهب والذي حج والذي اعتمر والذي صلى، واضح؟ لكنه لم يوضع على شخص بعينه بحيث لا يتناول غيره. وذات الكلام تقوله في المحلى بأل، فإن المحلى بأل أصله نكرة، دخلت أل فصيرته معرفة، لكن العلم وضع لشيء لا يتناول غيره. ومن هنا العلم يعرف مسماه بلا قرينة، وغير العلم من بقية المعارف يعرف مسماه بقرينة. الضمير لماذا معرفة؟ بقرينة التكلم، بقرينة الخطاب، بقرينة الغيبة، واضح؟ توجد قرينة تجعله معرفة. الاسم الموصول لماذا معرفة؟ بقرينة جملة الصلة. أنت لو قلت جاء الذي، الذي إيش؟ ما الذي جعله معرفة؟ جملة الصلة، جاء الذي سافر أبوه، جملة الصلة هي التي جعلته معرفة، فهو معرفة بقرينة جملة الصلة. واضح يا غفار؟ جيد. طيب أنت عندما تقول هذا، ما الذي يجعل هذا معرفة؟ الإشارة، هذا بارد، هذا غال، هذا رخيص، الإشارة هي التي جعلت هذا الشيء معرفة. ما الذي جعل النكرة معرفة؟ دخول أل، فأل صيرته معرفة. إذن بقية المعارف إنما تكون معارف بقرينة، لكن العلم يكون دالا على ذلك المسمى بلا قرينة. فأنت عندما تقول مثلا حيدر، خلاص مباشرة ينطبع في الذهن صورة ذلك الشخص الذي تعرفه. عندما تقول إظهار ينطبع في الذهن صورة ذلك الشخص الذي تعرفه. عندما تقول قدري ينطبع في الذهن صورة ذلك الشيء، الشخص الذي تعرفه، صح؟ هذا علم. ولذلك ابن مالك رحمه الله تعالى لما جاء لتعريف العلم إيش قال؟ اسم يعين المسمى، اسم يعين المسمى مطلقة. ما معنى مطلقة؟ تسأل الإمام ابن مالك ما معنى مطلقا يا إمام؟ قال لا يحتاج إلى قرينة، غيره من المعارف يعين مسماه لكن بقرينة، أما العلم فإنه يعين مسماه ولا يحتاج إلى قرينة. ولذلك من هنا يتضح لك قوة قول من قال إن أعرف المعارف الستة هو العلم، واضح؟ بعض العلماء يقول إن العلم، نحن قلنا الضمير صح؟ وهذا هو المشهور. بعض العلماء يقول إن العلم هو أعرف المعارف الستة. ليش؟ قال لأنه يعين مسماه بلا قرينة، لا يحتاج إلى قرينة. ولذلك لاحظ الاسم لماذا سمي علما؟ العلم هو الشيء البارز، ولذلك الجبال تسمى أعلام، وفي القرآن الكريم ومن آياته الجوار في البحر. ما معنى كالأعلام؟ كالجبال. الخنساء تقول في رثاء أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم جبل فوق رأسه نار، لا أحد يشك في أنه هذا صخر، واضح؟ فالعلم بارز يوضح مسماه ويدل عليه دلالة واضحة جدا صريحة. وبالتالي هنا قسم العلم إلى قسمين، والعلم بارك الله فيكم ينقسم بعدة اعتبارات، ينقسم باعتبار دلالته على شخص أو دلالته على جنس، إلى علم شخصي وعلم جنسي، وينقسم باعتبار آخر سيأتي معنا إلى اسم ولقب وكنية، وينقسم إلى منقول ومرتجل، وينقسم إلى مفرد ومركب، والمركب إلى مركب إضافي ومركب إسنادي ومركب مزجي. كم هذه اعتبارات؟ 4 اعتبارات. فهو ينقسم بعدة اعتبارات، وهذا الدرس من الدروس المهمة التي تحتاج منك إلى تيقظ وانتباه. فقال هنا العلم نوعان باعتبار دلالته على شخص
أو على جنس. يعني هذا التقسيم لما قال لك العلم نوعان، تقسيم باعتبار ماذا؟ أنا لو قلت لك يا أستاذ قدري الحديث ينقسم إلى ماذا؟ قبل أن تجيب اسألني سؤالا، بأي اعتبار؟ فإن كنت تقصد باعتبار الصحة والضعف فهو ينقسم إلى صحيح وضعيف، أو باعتبار القبول والرد إلى صحيح وحسن وضعيف. إن كنت تقصد باعتبار طريق وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد. إن كنت تقصد باعتبار من يسند إليه إلى حديث قدسي ومرفوع وموقوف ومقطوع، بأي اعتبار تسألني كيف يقسم الحديث؟ فلو سألتك فقلت العلم ماذا؟ قل بأي اعتبار؟ فقلت لك أريد تقسيم العلم باعتبار دلالته على شخص أو دلالته على جنس. تقول ينقسم العلم باعتبار الدلالة على شخص أو باعتبار الدلالة على جنس إلى قسمين، إلى علم شخصي وعلم جنسي. واضح ولا لا؟ إلى علم شخصي وعلم جنس. إذن هذا بارك الله فيكم التقسيم الأول، علم شخص وعلم جنس. ما هو علم الشخص؟ الذي شرحت لكم تعريفه قبل قليل. فقال هنا شخصي وهو ما وضع لشيء. قوله ما وضع لشيء هذا يشمل حتى النكرة، لأن النكرة وضعت لشيء. كلمة كتاب وضعت لشيء يتكون من أوراق وغلاف وكلمات، واضح؟ كلمة رجل وضعت للدلالة على البالغ الذكري من بني آدم ومن الجن، صح ولا لا؟ تمام. فقال هنا شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه. بعينه هذا أخرج النكرة. إذن هذا القيد عندما قال بعينه يخرج ماذا؟ يخرج النكرة. إيش بقي؟ إيش بقية المعارف؟ يعني المعارف كلها باقية. طيب نريد أن نخرج بقية المعارف بحيث يبقى عندنا إيش؟ العلم فقط، لأن درسنا في العلم. فقال ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، أو تقول كما قال الإمام ابن مالك وضع على مسماه مطلقا أي بلا قرينة. جيد. ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، ما مثاله؟ أتى بكم أمثلة؟ بخمسة ونوعها. قال كزيد علم على ذكر عاقل، فاطمة علم على أنثى عاقلة. إذن أتى بمثال لذكر وبمثال لأنثى، فالعلم قد يكون لإنسان، لشخص من بني آدم ذكر، لشخص من بني آدم أنثى. كزيد وفاطمة ومكة علم على أطهر بلد في الأرض، مكة المكرمة، ولها أسماء كثيرة زادت على ألف اسم، واضح؟ وشذقم، شذ بالذال، وبعض المحققين من النحاة قالوا الصواب بالدال، شذقم، وهو جمل، جمل كان للنعمان بن المنذر، اسم جمله، عنده جمل اسمه شذقم، مثل الفرس الذي عندنا اسمه ايش قلنا؟ مرتجز، واضح؟ هذا اسم خاص بذلك الجمل، جد قم، الأصواب بالدال ليس بالذال. والمشهور حتى أن الإمام بن مالك في الألفية ذكره بالذال، تمام؟ قال وقرن، قرن علم على قبيلة مشهورة في اليمن، إليها ينتسب أفضل التابعين أويس القرني. قال النبي عليه الصلاة والسلام خير التابعين رجل يقال له أويس، من قرن، من مراد، من اليمن. فقال هنا كزيد وفاطمة ومكة، كزيد وفاطمة ومكة وشذقمة وقرن. الإمام بن مالك يرحمك الله، الإمام بن مالك رحمه الله تعالى في الألفية إيش قال؟ اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقة، جعفر اسم رجل، خرنقة اسم امرأة،
كعلمه كجعفر وخرنقة وقرن وقرن وشذقم وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. فأتى بعدة أمثلة، ثمانية أمثلة، وآخرها إيش؟ واشق اسم كلب. قالوا تيمنا بقوله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فهمتم علي؟ طيب. قال العلم نوعان، شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره كزيد وفاطمة ومكة وشذقم وقرن، وجنسي. هذا القسم الثاني، العلم الجنسي. ما هو؟ وهو ما وضع لجنس من الأجناس. هذا العلم الجنسي منزلة بين المنزلتين، بين العلم الشخصي وبين النكرة، بين العلم الشخصي وبين النكرة. هو يشبه ما ندرسه في الأصول في القياس، في قياس الشبه، تردد فرع بين أصلين، فيه شبه من النكرة وفيه شبه من العلم الشخصي. قبل أن أشرح العلم الجنسي، نريد أن نعرف بعض الأحكام اللفظية التي تتعلق بالعلم. العلم له أحكام لفظية، ممكن نذكر خمسة منها. الحكم الأول من أحكام العلم أنه لا يضاف. العلم لا يضاف، واضح؟ العلم لا يضاف، تمام؟ لا يقع مضافا. معنى لا يضاف، لا يقع مضافا. النكرة تضاف، تقول هذا كتاب زيد. كتاب هذا نكرة أو لا؟ أضيف إلى زيد، النكرة تضاف، العلم لا يضاف. اجعل زيدا مضافا، كيف ستقول؟ هذا زيد سولو، تضيفه لسولو، ما يصلح. فهمتم؟ إذن العلم أول حكم للعلم أنه لا يقع مضافا، واحد. اثنين، العلم لا تدخله الزيد، العمر، لا تدخله النكرة تدخلها الكتاب، القلم، المسجد. العلم يصح الابتداء به، النكرة لا يصح الابتداء بها إلا بمسوغ، جيد؟ العلم يأتي منه الحال، تقول جاء زيد باكيا، باكيا حال، من صاحب الحال؟ زيد، علم. لكن هل يصح أن تكون النكرة صاحبة حال؟ الأصل لا، الأصل لا. طيب، العلم يمنع من الصرف إذا وجدت علة أخرى من العلل التي درسناها، فإذا أضيفت علة إلى العلمية منع من الصرف، والعلل التي تمنع من الصرف مع العلمية ست علل درسناها في الدرس الماضي، واضح أو قبل الماضي. إذن هذه الأحكام اللفظية للعلم. انتبه معي، نأتي لعلم الجنس. ما الفرق بين علم الجنس وبين علم الشخص وبين النكرة؟ حاولت أن أقرب ذلك بهذا الجدول. فعلم الشخص هو الذي وضع لشيء بعينه في الخارج. ما معنى في الخارج؟ في الوجود، في الواقع. وضع لشيء بعينه في الواقع، في الخارج، لا يتناول غيره. تقول مثلا فجر، هذا الأستاذ فجر، فجر، فردوس، رزق، آثال، شكران، واضح؟ نوفل، أحد، وضع لشخص بعينه في الخارج، هذا علم شخص، جيد؟ لكن علم الجنس هذا وضع للماهية، للحقيقة التي في الذهن فقط وليس في الخارج. وضع للحقيقة والماهية التي أين هي؟ في الذهن فقط وليست في الخارج. هذا يسمى علم جنس. هذا علم الشخص وضع لشيء بعينه في الخارج. علم الجنس وضع لشيء أو للحقيقة التي في الذهن، لكن النكرة
وضعت للماهية مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت في الخارج أو كانت في الذهن أيا كانت، فما وضع للماهية مطلقا بلا تقييد هذا يسمى نكرة. لو سألتك أيهم أعم واحد من هؤلاء ما هو؟ النكرة أعم، لأنها ما وضعت للماهية سواء التي في الذهن أو التي في الخارج. بعده في العموم، أقل عموما عدم الجنس، خاص جدا عدم الشخص. فهمتم؟ إذن النكرة بينها وبين عدم الجنس بعض التشابه، من جهة ماذا؟ من جهة العموم. فعلم الجنس من حيث العموم يشبه النكرة. فمثلا كلمة أسامة، كلمة أسامة يصدق أن تقع أو يصح أن تقع على كل أسد، كل أسد يسمى أسامة. إذن هذا علم جنس، أسامة علم جنس، لكنه هل يقصد به أسامة بعينه، أسد بعينه؟ لا، بل هو يصلح لكل أسد. كلمة ثعالة هل هي لثعلب بعينه؟ لا، تصلح لكل ثعلب، فكل ثعلب يصح أن تقول عنه ثعالة، كل أسد يصح أن تقول عنه أسامة. إذن أسامة ثعالة من حيث المعنى يشبهون النكرة، لأن كل أسد يصح أن تقول عنه أسامة، وكل ثعلب يصح أن تقول عنه ثعالة. إذن من حيث الحكم المعنوي يشبه النكرة، لكن من حيث الأحكام اللفظية يشبه العلم. كيف يعني من حيث الأحكام اللفظية؟ يعني هذا علم الجنس مثلا هل يصح أن يكون مبتدأ؟ لو كان نكرة يصح يكون مبتدأ أو لا؟ لو كان نكرة يصح يكون مبتدأ أو لا؟ لا، لكن هنا يصح أن يكون مبتدأ. فتقول مثلا أسامة، أين الابتداء به؟ هنا. تقول مثلا أسامة مقبل آتي، واضح؟ يصح أن يكون مبتدأ. هل يصح أن يكون صاحب حال يأتي الحال منه؟ لو كان نكرة يصح ولا يصح؟ طيب مثاله، تقول جاء أسامة مسرعا. يا الله، جاء مسرعا، واضح لنا؟ جاء أسامة مسرعا، ليس ليحتضنك، لأمر آخر. جيد. طيب هل يمنع من الصرف؟ يمنع من الصرف، نعم، إذا اجتمع مع العلمية إلا أخرى. لكن لو كان نكرة هل سيكون علما؟ لا، النكرة أصلا خارج عن العلم. ولديك ستقول مثلا نظرت إلى أسامة، ممنوع من الصرف. ليش ممنوع من الصرف؟ لماذا ممنوع من الصرف يا هدفي؟ لماذا ممنوع من الصرف؟ أولا لأنه علم، انظر، علم، واضح؟ وثانيا لأنه مؤنث، فاجتمعت علتان، العلمية والتأنيث، فمنع من الصرف. هذا حكم لفظي أو لا؟ حكم لفظي. هل يصح أن تدخل عليه أن فتقول الأسامة مثلا؟ لا، الجواب لا يصح، كما أنك لا تقول الزيد. هل يصح أن يقع مضافا؟ الجواب لا يصح. إذن علم الجنس هذا من حيث لو نظرت إلى الأحكام اللفظية هو يشبه علم الشخص، لو نظرت إلى المعنى يشبه النكرة. ففيه شبه بالنكرة من جهة المعنى، وفيه شبه بعلم الشخص من جهة الأحكام اللفظية. ولذلك الإمام ابن مالك رحمه الله كان دقيقا في تعريفه في الألفية، في تعريف علم الجنس، فقال ووضعوا، من هؤلاء العرب؟ ووضعوا لبعض الأجناس علم، بعض الأجناس ليس كل الأجناس، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا. إيش معنى كعلم الأشخاص لفظا؟ يعني من حيث الأحكام اللفظية علم الجنس له حكم علم الشخص،
ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا، وهو عام، أي ومن حيث المعنى هو عام، يشبه إيش؟ يشبه النكرة. ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عام. ما مثاله يا إمام؟ قال: من ذاك أم عريط للعقرب. كل عقرب، تعرفون العقرب يلدغ، من ذاك أم عريط للعقرب. كل عقرب في الدنيا يقال له أم عريط. إذن من حيث المعنى عام، لكن من حيث الأحكام اللفظية يشبه علم الشخص. من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة، وهكذا ثعالة للثعلب. قالوا صرف للوزن، في بعض النسخ ضبطت هكذا ثعالة للوزن، وإلا الأصل ممنوع من الصرف. من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب. اتضح يا شيخ ولا لا؟ جميل. بهذا نكون عرفنا الفرق بين علم الجنس، علم الشخص، علم والنكرة. نعود إلى هنا فقال: العلم نوعان، شخصي وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره، كزيد وفاطمة ومكة وشدقم وقرن، وجنسي، هذا النوع الثاني، وهو ما وضع لجنس من الأجناس كأسامة للأسد. لاحظ معي فرق بين أسامة والأسد. أسامة علم جنس، أسد نكرة. ولذلك شوف، هذا أسد كلي في المنطق، واضح؟ أسد في المنطق كلي. قال: فمفهم اشتراك الكلي كأسد. مفهم اشتراك، تمام، هذا كلي نكرة، لكن أسامة علم جنس ليس نكرة. فرق، ما الفرق بينهم؟ أن النكرة وضعت للماهية بلا قيد، أن تكون في الذهن، أن تكون خارج الذهن، لكن علم الجنس وضع للماهية التي في الذهن لا التي في الخارج. قال هنا، قال: كأسامة، كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، وذؤالة، ذؤالة للذئب. في اللغة الإنجليزية إيش قال له؟ لا، ذئب، وولف، وولف، فوكس، ثعلب، تمام. قال: وذؤال للذئب، وأم عريط للعقرب. اسمها أم عريط، أنا أحب أم جابر، تعرفون أم جابر؟ أنا أحبها. أم جابر هي الهريسة، عرفتم الهريسة؟ لا تخبروا زوجتها. أم جابر هريسة، عبارة عن قمح ولحم يطبخ معا، هذا هذه أم جابر. يا الله، لا تخبرها، هي لا تفهم، تظن أم جابر امرأة، تمام. فقال هنا: وجنسي، وهو ما وضع لجنس من الأجناس كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب، تمام، وأم عريط للعقرب. قال: وهو في المعنى، إيش هذا وهو؟ من هذا؟ علم الجنس. وهو في المعنى كالنكرة، في المعنى كالنكرة، لكن في الأحكام اللفظية كعلم الشخص، تمام. قال: وهو في المعنى كالنكرة، لأنه شائع في جنسه، فتقول لكل أسد رأيته هذا أسامة، لكن ربما تكون هذه آخر كلمة إذا رأيت الأسد، صح؟ بعد ذلك تنتقل للدار الآخرة. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم، ما تظن تأخذ معه سيلفي تظنه يبتسم، تمام. اتضح هذا يا شيخ ولا لا؟ اتضح، جميل. انتهينا من التقسيم الأول للعلم، الحمد لله. نأخذ التقسيم الثاني. قال: وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. شوف، هنا واحد سيسأل سؤالا، سيقول: هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ إذا كان التقسيم الأول
باعتبار دلالته على شخص أو باعتبار دلالته على جنس، فقل لنا هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ الجواب: هذا التقسيم باعتبار الوضع، باعتبار وضعه على ماذا وضع. تمام. قال هنا: وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. هذا التقسيم ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى فيه مسألة، ذكر فيه مسألتين. بعد أن عرف الاسم والكنية واللقب ذكر مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بالترتيب، من تقدم؟ تقدم الاسم أو تقدم اللقب؟ تقدم الكنية أو تقدم اللقب؟ تقدم الكنية أو تقدم الاسم؟ هذه المسألة الأولى في الترتيب. المسألة الثانية في الإعراب، كيف تعرب إذا جاء الاسم مع اللقب؟ فذكر لك أولا عرف الاسم، ثم عرف الكنية، ثم عرف اللقب، انتهى. بعد ذلك ذكر مسألتين: مسألة الأولى الترتيب، والمسألة الثانية الإعراب. فانتبه، سنأخذ هذا كله الآن. فقال هنا: وينقسم العلم إلى اسم وكنية ولقب. قال: فالاسم كما مثلنا، أين مثل؟ في قوله زيد، فاطمة، مكة، شدقم، قرن، هذه أسماء أعلام. قال: كزيد وأسامة. قال: والكنية ما صدر بأب أو أم، كأبي القاسم صلى الله عليه وسلم، كنية. طيب، لما أقول أبو القاسم كنية، أبو القاسم كنية، أين الكنية؟ أبو أو القاسم أو المضاف المضاف إليه أبو القاسم، أين الكنية؟ المضاف المضاف إليه، ليس أبو فقط، ليس القاسم فقط، الكل هو الكنية، واضح؟ فقال هنا: والكنية ما صدر بأب وأم، كأبي بكر وأم كلثوم، هذا في الآدميين. قال: وأبي الحارث، من هذا أبو الحارث؟ كنية الأسد، كنية الأسد أبو الحارث. وأم قال: وأمي عريب، كنية من؟ العقرب. تمام. وأم عقبة، من أم عقبة؟ دجاجة، صح ولا لا؟ وأبو صابر، من أبو صابر؟ الحمار. وأم جابر، من أم جابر؟ عرفتوها، الهريسة. جيد، هنا لا تباع الهريسة يا أستاذ بارجة، صح؟ في سهول موجود، نذهب معا إن شاء الله. تمام، نخطبها من أبيها إن شاء الله. أخذنا الاسم وأخذنا ليش اللقب. وهنا أريدك أن تنتبه لشيء. شوف، لو قلت لك العلم، العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ تقول اسم، كنية، لقب. الاسم هنا شيء خاص، الاسم هنا ليس هو الاسم الذي يذكر مع الاسم والفعل والحرف في أقسام الكلمة. انتبه، شوف، نحن قلنا زمان، قلنا الاسم ينقسم إلى نكرة معرفة، صح؟ وقلنا المعرفة هذه ستة أشياء، منها العلم، وبعدين جينا العلم، قلنا العلم هذا اسم، كنية، لقب. هذا الاسم ليس هذا الاسم، انتبه، فهمت عليها؟ ما تأتي تعرف أن الاسم ما دل على مسمى ولم يقترن بزمن، ليس هذا المراد. تمام. ما تعرف الاسم هنا؟ ما ليس كنية ولا لقب، هذا هو الاسم. الاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب، جيد؟ وهذا مثل كلمة المفرد، المفرد تجدها لها تعريف هنا ولها تعريف هنا ولها تعريف هنا، وذكرنا هذا مرارا، نفس الكلام في الاسم. قال: واللقب، ما هو اللقب؟ قال: اللقب ما أشعر برفعة مسماه، بمدح مسماه، برفعة مسماه، ما أشعر برفعة مسماه. ما مثاله؟ قال: كزين العابدين. هذا لقب لمن؟ للإمام علي
ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. واضح ولا لا؟ الإمام علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. نعم. قال هنا أو بضيعته أي أشعر بضيعته أي بضيعة مسمى. ما معنى بضيعته؟ أي بدنو رتبته. ما مثاله؟ قال كبطح، شخص لقبه بطح. هذا بطح مدح أو ذم؟ ذم صح؟ ذم أو مدح؟ تمدح شخص بأنه بطح؟ لا ليس مدحا، هذا ذم. تمام. البطح يعني صوتها مزعج وكلامها لا يفيد، صح؟ بطتنا بطتنا بطيطة، بطت بطن بطتكم بطاطة، فهل تستطيع بطتكم بطاطة أن تبط بطن بطتنا بطيطة كما بطت بطتنا بطيطة بطن بطتكم بطاطة؟ فهمتم القصة أو لا؟ بطتان، بطة اسمها بطاطة، بطة أخرى اسمها بطيطة، واحدة منها شقت بطن الأخرى، بطت بطن الأخرى. فالآن البطة التي شق بطنها تريد أن تنتقم فتبط بطن بطة أولئك الناس. فهمتم؟ فقال بطتنا بطاطة، بطتنا بطاطة، بطت بطن بطتكم بطيطة، فهل تستطيع بطتكم بطيطة أن تبط بطن بطتنا بطاطة كما بطت بطتنا بطاطة بطن بطتكم بطيطة؟ فهمتم علي ولا لا؟ إن شاء الله. لا تحضر الدرس إلا وقد يعني أكلت شيئا يساعد في الانتباه، يعني بارك الله فيه. اللقب ما هو؟ ما أشعر برفعة مسماه أو بضيعته. برفعته يعني بمدحه، بضيعته أي بدنو رتبته ومنزلته. قال كبطة وأنف الناقة. عرفتم أنف الناقة ولا لا؟ أصحاب الألفية ذكرت لكم قصة أنف الناقة. هو لقب لمن؟ لرجل اسمه جعفر بن قريع. جعفر بن قريع أبوه كان عنده عدة زوجات، متزوج عدة زوجات، وذبح ناقة وأرسل إلى كل واحدة من زوجاته أن ابعثي أحد الأولاد يأخذ شيئا من لحم هذه الناقة. فالأولى أرسلت ولدها أخذ اللحم، الثانية أرسلت ولدها أخذ اللحم، الثالثة أرسلت ولدها أخذ اللحم. تمام. واحدة أرسلت، جاء ابنها متأخرا جعفر، جاء متأخرا جعفر، فذهب مسكين ما وجد إلا الرأس، ما وجد إلا رأس الناقة. تمام. فحط أصبعيه في أنف الناقة وحمل الرأس هكذا في ظهره ومشى أمام الناس يعود إلى بيته. فكان الناس يقولون أنف الناقة أنف الناقة أنف الناقة، حتى صار لقبا عليه ما فارقه، فكان يستحي. ثم لأولاده من بعده، ثم لأحفاده، ثم لأحفاد أولاده، وهكذا خمسة أو ستة أجيال يقال لهم بنو أنف الناقة، بنو أنف الناقة، أسرة أنف الناقة بسبب هذه القصة. فهمتم ولا لا؟ حتى الواحد منهم كان إذا أراد الزواج تمام يسأل من أين أنت، فيذكر نسبا له بعيد، لأنه إذا قال أنا من بني أنف الناقة لا يزوج، هذه مذمة. فهمت ولا لا؟ حتى جاءهم أحد الشعراء اسمه الحطيئة. الحطيئة هذا إمام من أئمة الهجاء، هجاء كثير الذم في شعره، واضح؟ لكنه هنا مدحهم، يعني الله عز وجل قدر هذا، وإلا هو يذم كل أحد، ذم أمه، هجا أمه، هجا أباه، هجا نفسه. قال أبت شفتاي اليوم إلا تكلما، شفتين، أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر، فما أدري ما أنا قائله.
الشفتان تريد أن تتكلم بشر، أنا ما أدري ماذا سأقول، هذا خارج عن السيطرة، هي تتكلم لوحدها. أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر، فما أدري ما أنا قائله، أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله. يذم نفسه، واضح، وذم أباه وذم عمه وذم خاله وذم أمه في قصائد، يعني لحاك الله ثم لحاك شرا ثم لحاك من عم وخالي، وقال لأمه تنحي فاقعدي عني بعيدا أراح الله منك العالمين، إلى آخر ما قال، دعونا منه الآن. المقصود أن الحطيئة هذا جاء عند هؤلاء القوم بني أنف الناقة فأكرموه، ربما إذا ما أكرموه جيدا أن يذمهم ذما فوق الذم الذي هم فيه فيزيد الطين بلة، فأكرموه إكراما جيدا، وكان يجلس عندهم فقرر مدحهم، فمدحهم ببيتين، يقول في أحد البيتين: قوم هم الأنف، تعرفون الناقة الجمل أنفه عال مرتفع، قال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، بقية الناس أذناب أما هم أنف، واضح، إذن هم في العالي وغير الناس في المؤخرة، تمام، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، فمن يسوي بأنف الناقة الذنب؟ لا يمكن أن يكون الأذناب يساوون الأنف. بعد ذلك كانوا يفتخرون، فإذا سئل الواحد منهم من أين أنت، رفع صوته قال أنا من أنف الناقة، واضح أنه يفتخر أنه من أنف الناقة، بعد أن كان يستحي يحجل أن يقول أنا من أنف الناقة. على كل حال، هذا أنف الناقة لقب لمن؟ جعفر بن قريع، وهو يشعر بالضعة قبل المدح، أما بعد المدح يشعر بالرفعة، أصبح عندهم يشعر بالرفعة. فقال هنا: واللقب ما أشعر برفعة مسماه كزين العابدين أو بضيعته كبطة وأنف الناقة. ثم قال: وإذا اجتمع الاسم واللقب، أنا قلت لك بعد التعريف سيذكر لك مسألتين، المسألة الأولى إيش؟ الترتيب، المسألة الثانية إيش؟ الإعراب. قال: وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح. وجب، شوف، حط كلمة خط أو ظلل على كلمة وجب، وجب تأخير اللقب في الأفصح، وفي الأفصح إشارة إلى وجود خلاف، نحو جاء زيد زين العابدين، زيد هذا اسم، زين العابدين هذا إيش؟ لقب، واضح لنا؟ شوف عندك كم حالات، عندك ثلاث حالات، هذه الحالات أنا كتبتها في السبورة حتى لا يأخذ منا وقت في أثناء الشرح، تمام؟ نقول الحالة الأولى اجتماع الاسم واللقب، اجتماع الاسم واللقب يجب تأخير اللقب، هذا الحكم. ما مثاله؟ جاء عمر هذا الاسم أمير المؤمنين، هذا اللقب يجب التأخير للقب، جيد، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا اجتمع الاسم والكنية، اجتمع الاسم والكنية لا ترتيب، تقول جاء أبو نجيب لبيب، جاء لبيب أبو نجيب، تمام، لا ترتيب، لكن الأفضل تقديم الكنية، أفضل، تقول جاء عمر أبو حفص، هنا يجوز هذا ويجوز هذا، الأفضل ماذا؟ أن تقول جاء أبو حفص عمر، هذا الأفضل فقط، لكن ليس واجبا، جيد؟ طيب، اجتماع الكنية واللقب، كنية ولقب لا ترتيب أيضا، لكن الأفضل أن تقدم الكنية، تمام، تقول جاء أبو حفص أمير المؤمنين، قدمت الكنية ثم اللقب، هذا من باب الأفضل. أستاذ حسين، ما كنيتك؟ ها؟ أبو هارون، ممتاز، نطبق على الأستاذ حسين، إيش بنقول؟ ها؟ أين الآن عندنا إيش؟ اسم وكنية، اسم وكنية في أي حالة؟ في هذه الحالة سنقول ماذا؟
جاء أبو هارون حسين، هذا الأفضل. هل يصح جاء حسين أبو هارون؟ نعم يصح، لكن الأفضل جاء أبو هارون حسين. اتضح؟ إذن هذه كم حالة؟ ثلاث حالات، إما أن يجتمع الاسم واللقب، أو يجتمع الاسم والكنية، أو يجتمع الكنية واللقب. انظر ماذا قال هنا: وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح، نحو جاء زيد زين العابدين، وجب تأخير هنا، جاء زيد زين العابدين، جاء عمر أمير المؤمنين. طيب الحالة الثانية والثالثة أين هي؟ بعد سطرين، انظر ماذا قال بعد سطرين، قال ولا ترتيب بين الكنية والاسم، لا ترتيب بين الكنية والاسم هنا، قال ولا بين الكنية واللقب هنا. فذكر الحالات الثلاث. انتهينا من المسألة الأولى، مسألة إيش؟ مسألة الترتيب. بقي عندنا مسألة ثانية وهي مسألة الإعراب. انتبه معي، هذه مسألة الإعراب هنا. سبورة واضحة لكم؟ واضحة؟ جيد. عندنا أربع حالات للاسم واللقب، طبعا المقصود هنا الإعراب، تمام، في الاسم واللقب. عندنا أربع حالات: إما أن يكون الاسم واللقب مفردان ليس بمضافين، وإما أن يكون الاسم واللقب، إما أن يكون الاسم واللقب مفردين، وإما أن يكون الاسم واللقب مركبين، وإما أن يكون الاسم مفردا واللقب مركبا، وإما أن يكون الاسم مركبا واللقب مفردا. كم صارت حالات؟ أربع حالات. ما مثال ذلك؟ لو قلت جاء سعيد كرز، كرز هذا لقب لهذا الشخص، اسمه سعيد، لقبه كرز، والكرز حقيبة صغيرة يحملها الراعي الذي يرعى الغنم، يضع فيها أغراضه، تمام، فلقبه كرز، تمام. جاء سعيد كرز، انتبه معي أستاذ لقمان، جاء سعيد كرز، هذا الاسم مفرد. ما معنى مفرد هنا؟ ليس بمضاف، تمام، وكرز مفرد، كيف يعرب؟ قال لك هنا تجب الإضافة، إذا كان الاسم واللقب مفردا تجب. ما معنى تجب الإضافة؟ أي أن الإعراب سيكون على الاسم الأول فقط، وأما الآخر فدائما مضاف إليه. فتقول مثلا جاء سعيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وهو مضاف وكرز مضاف إليه، رأيت سعيد كرز، سعيد مفعول به منصوب وهو مضاف وكرز مضاف إليه، مررت بسعيدي كرز، نفس الكلام، سعيدي مجرور وهو مضاف وكرز مضاف إليه. إذن هنا جعلت اللقب مضافا إليه مطلقا، تجب الإضافة، هذا الرأي الأول. طيب سؤال، هل يجوز هنا، الإتباع؟ إيش معنى الإتباع؟ أن يكون تابعا، أن يكون اللقب تابعا أو لا يجوز؟ أن يكون اللقب مثلا عطف بيان، أن يكون بدل، يجوز أو لا يجوز؟ واضح؟ قال تجب الإضافة، يعني يمتنع غير الإضافة، فيمتنع الإتباع ويمتنع القطع. ما معنى القطع؟ القطع أنك تقدر عاملا هنا، فمثلا تقول جاء سعيد هو، تقدير هو كرز، جاء سعيد أعني كرزا، هذا يسمى قطع، تقدر فتجعله خبر لمبتدأ محذوف، تجعله مفعول لفعل محذوف، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال لا، تجب الإضافة فقط. يا الله، هكذا قال، وهو تبع بهذا ابن مالك، ابن مالك في الألفية إيش قال؟ ها؟ وإن يكون مفردين فأضف حتما، مفردين أضف حتما أي وجوبا، تبع ابن مالك. لكن ابن هشام وجماعة من
علماء النحو قالوا يجوز الإتباع ويجوز القطع. لا يتعين الإضافة. بناء على هذا الكلام لو قلت جاء عمر، إيش بتقول؟ الفاروق. إيش بتقول الفاروق؟ بناء على كلام المصنف تبع ابن مالك ماذا ستقول؟ جاء عمر الفاروقي، صح؟ لأنهم يوجبون الإضافة، صح؟ لكن على رأي ابن هشام يصح أن تقول جاء عمر الفاروق على أنه عطف بيان أو بدل. على رأي ابن هشام يصح أن تقول جاء عمر الفاروق على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي هو الفاروق. على رأي ابن هشام يصح أن تقول جاء عمر الفاروق على تقدير مفعول به لفعل محذوف، تقديره أمدح الفاروق أو أعني الفاروق أو نحو ذلك. لكن على كلام المصنف قال هنا تجب الإضافة. واضح وغير واضح؟ جيد، جميل. طيب إذا كان الاسم واللقب مركبان هنا تمتنع الإضافة، إضافة ما فيه. طيب إيش الذي نفعل؟ كيف نعرب؟ يقول إما أنك تعرب بالإتباع أو بالقطع. كيف بالإتباع؟ تقول جاء عبد الله، عبد فاعل وهو مضاف، واسم الجلالة مطلوب للمضاف، صح؟ زين، إما أن تجعلها بدل، إما أن تجعلها عطف بيان، هذا بالإتباع، وإما أن تجعلها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو زين العابدين، وإما أن تجعلها منصوبة على فعل محذوف تقديره أعني زين العابدين. اتضح ولا لا؟ واضح؟ لكن الإضافة تمتنع، لا يصح أن تقول جاء عبد الله زين العابدين على المضاف، لا يمتنع هذا. اتضح؟ سأمسح هنا. إذن هنا كيف سيكون الإعراب؟ إما الإتباع وإما إيش قلنا؟ القطع. طيب هنا اجتمع الاسم المفرد واللقب المركب، ما مثاله؟ جاء علي، لاحظ علي هذا مفرد، زين العابدين هذا مركب مضاف مضاف إليه، واضح؟ الإضافة ممكنة؟ قال ممتنعة، ما في إضافة. طيب كيف نعرب؟ أحد طريقين، إما الإتباع وإما القطع. فممكن تقول جاء علي زين العابدين عطف بيان أو بدل، وممكن تقول جاء علي هو زين العابدين فيكون خبرا لمبتدأ محذوف، ويمكن أن تقول جاء علي زين العابدين مفعول لفعل محذوف. اتضح؟ الحالة الرابعة إذا كان الاسم مركبا واللقب مفردا، جاء عبد الله الاسم مركب واللقب مفرد الطويل، واضح؟ فهنا أيضا تمتنع الإضافة. طيب كيف نعرب؟ إما بالإتباع أو بالقطع. فتقول جاء عبد الله الطويل عطف بيان أو بدل، أو جاء عبد الله الطويل خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الطويل، أو جاء عبد الله الطويل مفعول لفعل محذوف. إذن متى تجب الإضافة على كلام المصنف؟ في حالة واحدة، إذا كان مفردين. وفي ذلك يقول الإمام ابن مالك رحمه الله وإن يكون من الاسم اللقب،
وإن يكونا مفردين فأضف حتما. طيب وبعده وغيره يا إمام؟ حالات الثلاث. وأتبع الذي ردف، أتبع الذي ردف، أتبع الذي ردف، أو اقطع. فهو ذكر الحالات الأربع في بيت واحد منطوقا ومفهوما، واضح؟ شوف ايش قال هنا. قال: وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح. انتهينا. نحو: جاء زيد، زين العابدين، ويكون اللقب تابعا للاسم في إعرابه إلا إذا كان مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب. نحو: سعيد كرز. هنا يجب الإضافة، هنا هذه الحالة. طبعا هنا جواز الإتباع والقطع سأكتب لكم، هذا ليس عند المصنف وإنما عند من؟ عند ابن هشام، عند ابن هشام، بل حتى ابن مالك في بعض كتبه يقول بهذا. تمام. أيوة. قال بعد ذلك: ولا ترتيب بين الكنية والاسم. هنا لا ترتيب، ولا ترتيب بين الكنية واللقب. ثم قال رحمه الله: وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب. هذا مفتتح الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. يكفي هذا، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. بالنسبة لدرس العلم، مر معنا أن العلم ينقسم باعتبار دلالته على الشخص أو الجنس إلى قسمين، إلى علم شخصي وعلم جنسي، وينقسم أيضا باعتبار وضعه إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكنية ولقب. مر معنا أيضا التقديم والتأخير في الاسم واللقب، وأيضا كيفية إعراب الاسم، كيفية إعراب اللقب، متى تجب الإضافة ومتى يجوز الإتباع أو القطع. قال رحمه الله تعالى: وينقسم العلم. طبعا بقي مسألة تتعلق بما سبق، وهي إذا جاء الاسم وجاءت الكنية وجاء اللقب، فإن اللقب يتأخر، والاسم والكنية يجوز كل واحد منهما أن يتقدم على الآخر، لكن الأفضل أن تقدم الكنية. فتقول مثلا: جاء أبو حفص عمر أمير المؤمنين. جاء أبو حفص الكنية، جاء أبو حفص عمر الاسم، أمير المؤمنين اللقب، هذا هو الأفضل. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب. هذا في الحقيقة بارك الله فيكم قد تقدمت الإشارة إليه في دروس ماضية. قلنا إن العلم ينقسم إما إلى مفرد، إما مفرد، وإما مركب. والمركب هذا ثلاثة أقسام: إما مركب إضافي، وإما مركب إسنادي، وإما مركب مزجي. والكلام هنا في كيفية الإعراب لهذه الأنواع الثلاثة، أنواع المركب الثلاثة. فنقول بارك الله فيكم هنا، هنا يقول: قال: وينقسم العلم إلى مفرد ومركب، فالمفرد كزيد وهند، وهذا الإعراب بحسب آخره، يعني حركات تظهر على آخره، رفعا بالضمة أو ما ناب عن الضمة،
نصبا بالفتحة أو ما ناب عنها، جرا بالكسرة أو ما ناب عنها. قال: والمركب ثلاثة أقسام، إما مركب إضافي وهو كل اسمين نزل الثاني منهما منزلة التنوين مما قبله، كل اسمين نزل الثاني منهما منزلة التنوين مما قبله، مثل عبد الله، عبد الرحمن، تمام، هذا مركب إضافي. قال: وجميع الكنى، أي وجميع الكنى داخلة في المركب الإضافي، مثلا تقول أبو عبد الله، أبو حفص، أبو تراب، أم كلثوم، أم زيد، واضح؟ كل الكنى تدخل في المركب الإضافي. كيف يعرب؟ يكون الإعراب على الجزء الأول، والثاني أي والجزء الثاني يكون مضافا إليه دوما، دائما مضاف إليه. تقول مثلا: جاء أبو زيد، تقول مثلا: عدل مثلا أمير المؤمنين، واضح؟ هذا مركب إضافي، هذا مركب إضافي. كيف تعرب أبو؟ تقول: أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة مضاف إليه. عدل أمير المؤمنين، أمير فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والمؤمنين مضاف إليه. إذن الإعراب يكون على الجزء الأول فقط، يكون على الجزء الأول فقط، الثاني دائما يكون مضافا إليه. قال هنا: مركب إضافي كعبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى. قال: ومركب مزجي. المركب المزجي هذا فيه تفصيل، إما أن يكون مختوما بويه، وإما أنه غير مختوم بويه. فإذا كان مختوما بويه فهذا مر معنى أنه يعرب. إذا كان مختوما بويه كيف يعرب؟ لا، هذا يكون مبني ليس معرب، هذا مبني على الكسر. تقول مثلا: جاء سي با ويه، واضح؟ هذا مبني على الكسر في محل رفع فاعل. تقول مثلا: رأيت سي با ويه، هذا مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. تقول: مررت بسي با ويه، هذا مبني على الكسر في محل جر. إذن هذا يكون دائما مبنيا على الكسر. طيب، وإذا كان غير مختوم بويه، مثل حضر موت، هذا مركب مزجي، مثل بعل بكة، فهذا يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف، يرفع بالضمة من غير تنوين، ينصب بالفتحة من غير تنوين، يجر بالفتحة من غير تنوين، وهذا مر معنا في درس الاسم الذي لا ينصرف، واضح؟ بقي معنا إذا كان المركب إسنادي، مثل أن يكون الشخص اسمه مثلا زيد مجتهد، هذا اسمه، أو مما سمع من العرب شاب قرناها، شاب قرناها. إيش معنى شاب قرناها؟ مراد بالقرن الشعر الذي يكون على جانبي رأس المرأة. المرأة كانت قديما تجعل شعرها قرون، في الحديث لما غسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فجعلنا شعرها ثلاثة قرون، واضح؟ يظفر، يكون الشعر عبارة عن ظفائر، ظفيرة في الجانب الأيمن وأخرى في الأيسر وأخرى في الخلف، هذه كل ظفيرة يقال لها قرن، واضح؟ هذه امرأة عجوز ظهر الشيب في قرون شعرها، فقالوا شاب
قرناها، شاب قرناها، فأصبح هذا كالاسم لها، تمام، مركب تركيب إسنادي. فيقولون مثلا جاءت شاب قرناها، رأيت شاب قرناها، مررت بشاب قرناها. اتضح؟ جاءت شاب قرناها تعربه فاعل مرفوع، علامة رفعها علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الحكاية. رأيت شاب قرناها مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها الحكاية. مررت بشاب قرناها اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الحكاية. إذن هو يرفع بضمة مقدرة، ينصب بفتحة مقدرة، يجر بكسرة مقدرة، منع من ظهورها الحكاية. ونفس الكلام لو قلت في شخص اسمه زيد مجتهد، فتقول جاء زيد مجتهد، زيد مجتهد علم على شخص، تقول رأيت زيدا، تقول رأيت زيد مجتهد، مررت بزيد مجتهد. فالحركات الضمة والفتحة والكسرة تقدر. لماذا؟ ما الذي منع من ظهورها؟ الجواب: الذي منع من ظهورها الحكاية. فقال هنا: وينقسم العلم إلى مفرد ومركب، فالمفرد كزيد وهند، والمركب ثلاثة أقسام: مركب إضافي كعبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى، ومركب مزجي كبعلبكة. وبعلبك اسم لمدينة تاريخية جميلة تقع الآن في لبنان، تقع حاليا في لبنان. قال: وحضرموت أشهر من نار على علم، بلد فيه العلماء والصالحين، فيه العلماء والصالحون. قال: وسيباوي علم على إمام من أئمة النحو واللغة، أصله مركب من جزئين، سيب ويه، سيب ويه، قيل سيب بمعنى التفاح، ويه رائحة، رائحة التفاح، قيل لأنه كان يشم التفاح، قيل لأن سيباويه كان عنده له خدان يشبهان التفاح، قيل غير ذلك. وسيباويه اسمه عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان ابن قنبر قنبر، قنبر قنبر، عمرو بن عثمان ابن قنبر ابن قنبر، واضح؟ وقصة طلبه للعلم أنه كان في بداية الأمر يحضر مجالس الحديث عند المحدث الإمام حماد بن سلمة، فمرة وهو يقرأ الحديث على شيخه حماد لحن في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحد من أصحابي إلا وقد أخذت عليه ليس أبا الدرداء. فهو عندما قرأ الحديث قال: ليس أبو الدرداء سيبويه. فقال له حماد بن سلمة شيخه: لحنت يا سيبويه، وهذا عيب في ذلك الزمن، كيف تلحن؟ قال: لحنت يا سيبويه. فقال: لأطلبن علما لا يلحني فيه أحد. فلزم الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخه الذي أخذ عنه علم العربية، لزمه وطلب العلم عليه حتى أصبح من أشهر أئمة النحو في العالم الإسلامي، مع أن أصله فارسي وليس بعربي، واضح؟ هو إيش اسمه؟ قلنا عمرو بن عثمان بن قنبر أو بن قنبر الحارثي، لكن يقولون إن أصوله من بلاد فارس. فكانت هذه القصة كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في
بغية الرواح في تراجم النحاة، كانت هذه القصة بداية طلبه للعلم. وذكروا قصة في موته، كان سيبويه رئيس أهل البصرة، والكسائي رئيس أهل الكوفة. واضح؟ نحن قلنا الكسائي أو الكسائي؟ الكسائي. الكسائي رئيس أهل الكوفة، تمام؟ ومرة كانوا في حضرة الأمير، فسأل الأمير سؤالا فقال: قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها، أيهما الأصح؟ قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها، أيهما الصواب أيهما الخطأ؟ فسيبويه يقول: الصواب فإذا هو هي، وأما فإذا هو إياها خطأ. الكسائي يقول: يجوز هذا ويجوز هذا. وكان في باب الأمير بعض الأعراب، واضح؟ فاختلف بحضرة الأمير، فقال بعض الناس: استدعي الأعراب، الأعراب فصحى، استدعي الأعراب واسألهم ما الصواب حتى يحكموا بين هذين المختلفين. فدخل الأعراب فسئلوا، فالأعراب قالوا: الصواب ما قاله الكسائي، هكذا قالوا. واضح؟ فسيبويه لم يرضى بجوابهم، قال سيبويه يقول الأمير: إذا كان الصواب ما قاله الكسائي فقل لهم أن ينطقوا به، فإن ألسنتهم لا تقبل الخطأ. واضح؟ هم سمعوا كذا وسمعوا كذا، مجرد سمع، ثم قالوا: الصواب ما قاله الكسائي. قال سيبويه يقول الأمير: إذا كان الصواب ما قاله الكسائي فقل لهم أن ينطقوا به، فإن ألسنتهم لا تقبل الخطأ. فالأمير لم يقل، فاغتم لذلك، أصابه الغم. يقال إنه مات مغموما بسبب هذه الحادثة، واضح لنا؟ وذكروا أنه مات وهو ابن 32 سنة، ومنهم من قال إنه جاوز 40 بقليل، أي أنه مات شابا لم يتقدم به العمر، واضح؟ لكن كتابه، كتاب الكتاب، أشهر من نار على علم في كتب النحو. كان موته تقريبا في سنة 180 من الهجرة، أي أنه كان معاصرا للإمام الشافعي، واضح؟ رحمه الله تعالى، ورحم الله سائر الأئمة. نكون بهذا انتهينا من درس العلم، نفتتح الكلام في الدرس القادم في أسماء الإشارة، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.